الحمد لله، يمكن مفيش زكه، يمكن الجدي كويس. الخشب ما شاء الله كويس، بنتكلم باذن الله في 10 ايام ويكون موجود. كريم نسبة ايضا في خلاص في المحطات الاخيره او في اخر محطه للتاهيل، وباذن الله برضه بتتكلم من اسبوع او اسبوعين بكثير باذن الله ويكون موجود في الملعب. يمكن السوليه طبعا عرض الاشاعه بالامس على الدكتور خالد محمود، واليوم هو في منتخب مصر بيعرض الاشاعه على دكتور منتخب مصر. طبعا السوليه الايام القادمه هيتاهل مع النادي الاهلي. خليني اقول لك يمكن في شفت اجهزه جديده او معدات جديده موجوده في استاد الفيتش، يمكن سالت عليها قالوا لي فعلا هنا مجلس الاداره استخدم احدث الاجهزه، يمكن الات واجهزه لتحسين مستوى ارضيه الفيتش ومعدات جديده باذن الله يكون القادم افضل في الملعب الفيتش. على جانب الاخر مران حراسه المرمى يمكن شريف اكرامي، علي لطفي، احمد طارق، يمكن النهارده شفنا مدرب الحراس عامل ساتر كده او زي حيطه ومن خلفها الهياكل، وبدا يعمل رد فعل عشان الحارس يقدر يعني يتعامل مع هذه الفرص في رد فعل اذا كان خارج اتجاهها او ما يكونش شايف الكره هتتشاط عليه، فتالق في الثلاثي شريف اكرامي، علي لطفي، احمد طارق. خلينا اقول لك ان الاهلي هيتمرن حتى يوم الخميس في الخامسه مساء، ويوم الجمعه والسبت هيكونوا اجازه، يوم الاحد هيعود التدريبات مره اخرى، يوم الاثنين باذن الله هيكون في مباراه وديه قبل استئناف الدوري. دي كل ابرز اجواء تمرين النادي الاهلي اللي بيقاموا لسه مستمر الى الان. جميل امير، لو عندك اي استفسار انا معاك. المباراه الوديه يا شريف اتحدد هتكون مع مين ولا لسه؟ لا لسه النادي الاهلي ما اعلنش هتكون مع مين، ولكن يعني هم بيتكلموا على ثلاث اربع انديه، ولكن الى الان لم يستقروا على اسم النادي اللي هيكون موجود في ملعب الفيتش يوم الاثنين باذن الله. طيب هل هيتم الاستعانه ببعض اللاعبين من قطاع ناشئي النادي الاهلي لسد العجز العددي بالتحديد في ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين في المنتخب؟ الهدف من هذه المباراه طبعا تجهيز ساعد. انا بتكلم بشكل عام مش عن المباراه بس، بعض اللاعبين ولكن موجود بالفعل، موجود العربي بدري موجود في التمرين، منعم الكتبات موجود في التمرين، عمار موجود في التمرين، يعني كان موجود يعني في بعض من لاعبي القطاع الناشئين موجود احمد طارق الحارس الواعد، يمكن في لعيبه كثيره موجوده من قطاع الناشئين، ولكن الى الان لسه ما طلعش قرار اذا كان هيكمل العدد في لاعبين في قطاع الناشئين ولا لا، ولكن الهدف من هذه المباراه طبعا هو تجهيز محمد محمود وسعد سمير وبعض اللاعبين علشان خاطر يخش في المباراه بسرعه. النهارده محمد محمود ما شاء الله وسعد سمير بيتالقوا في التقسيمه، ربنا يقسمهم كده يا رب ويبقى اضافه كثيره للنادي الاهلي الفتره المقبله. فرص لحاق السوليه ومتولي من مباراه القمه يا شريف. باذن الله السوليه باذن الله موجود في مباراه القمه. انا من وجهه نظري ومن اللي شايفه محمود متولي، باذن الله محمود متولي موجود باذن الله في مباراه القمه. اذا الفرص كبيره بالنسبه للاثنين ان هم يلحقوا هذه المباراه ان شاء الله. قوية جدا باذن الله، وباذن الله النادي الاهلي يدخل هذا اللقاء ومعاه كمان سعد سمير ومعاه محمد محمود، كل يبقى جاهز يبقى تحت امر مستر فايلر يختار من الاصلح للعب هذه المباراه. وربنا يحمي ان شاء الله لاعبي المنتخبات المختلفه، لاعبي النادي الاهلي في المنتخبات يعني من الاصابه، عشان الامور تبقى ايه لائقه بنسبه 100% ان شاء الله يا شريف. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي واللي متواجد في هذه اللحظه.